حافظ من الحفاظ وعلم من الإعلام، قلما يصعد خطيب على المنبر إلا وتسمع كلمة رواه الترمذي. يا ترى من هو الترمذي اللي إلى الآن بعد 1300 سنة من وفاته يذكر رواه الترمذي؟ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خير من بعثه الله رحمة للأنام محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على عبدك وخليلك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عليه تسليما كثيرا. الحسنات نوعين، في حسنات يسمونها متعدية وفي حسنات قاصرة، في نفع متعدي ينتفع به غيرك وفي نفع خاص. أنا على سبيل المثال لما أصلي لما أزكي أنا المستفيد، لكن العلم مثلا العلم ينتفع به خلق كثير جدا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة غير أنه لا ينقص من أجورهم شيئا. تصور، تصور، يعني تصور أنت تعلم واحد خير لك أجر وله أجر، زين هذا اللي علمته الخير علم واحد ثاني الخير اللي خذاه منك، أنت تأخذ أجر اللي أول واحد علمته والثاني اللي تعلم منه. طيب الثاني اللي تعلم علمه حق ثالث، علمه حق رابع إلى يوم القيامة. يعني ممكن شخص أو أشخاص تجد أجرهم إلى يومنا هذا ما انقطع، ما انقطع، عداد الحسنات ما وقف، وماتوا من أكثر من 1300 سنة، ومو واحد ولا اثنين، عشرات، كل من نصر الدين وإلى الآن ما زال علمه موجود ينشر ويبث بين الناس، تأكد أن عداد الحسنات ما وقف. في عصر الصحابة قل الذين كانوا يكتبون، فلم يعتد الصحابة على حفظ وكتابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انتقل الصحابة في الأمصار شرقا وغربا مع الفتوحات الجديدة، بعد سنوات وجدت الحاجة إلى جمع هذه الأحاديث المتناثرة، لأن الصحابة متناثرة. اللي سمع أبو هريرة أكيد في شيء ما سمع غيره، اللي سمع عبد الله بن عمر أكيد عنده شيء ما سمع غيره من الصحابة، وهكذا. عاش لهذه المهمة الجبارة، وهي مهمة تتبع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكتابتها وحفظها. بعض الجبابرة والعمالقة مثال البخاري مسلم، من هؤلاء العمالقة من سنتحدث عنه في هذه الحلقة محمد بن عيسى الترمذي، المولود سنة 209 للهجرة، يعني ولد بعد 200 سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد 200 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. تصور كم عدد الأحاديث اللي جمعها، هو جمع وبعدين ألف، يعني جمع وحفظ وكتب وبعدين ألف سنن الترمذي المسمى على اسمه. كان يحفظ 300,000 حديث، والمقصود حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أثر عن صحابي. والله يا جماعة أيها المشاهد والمشاهدة،
300,000 حديث في ذاك الزمان أشبه بالشيء المحال، 300,000 حديث حفظ ومكتوبة كلها في الذهن. هذه آيات عظيمة. فاصل ونواصل. الحمد لله، عودا على بدء. من هذه 300,000 حديث جمع ما يقارب من 3,000 حديث جعلها في كتابه. كل الأحاديث مسندة، تصور يسند الحديث، يسمع حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل الأحاديث مسندة إلى يومنا هذا. والله الناس محتاجون إلى ما في الترمذي من أحاديث. قل ما يخطب خطيب، ولا يعظ واعظ، ولا يفتي مفتي، ولا يؤلف مؤلف، إلا ومن جملة ما يحتاجه من أحاديث ما رواه الترمذي. بعض الأحاديث ليس عند الترمذي، يعني ما رواها البخاري. البخاري ما جمع كل الأحاديث، ولا الإمام مسلم جمع كل الأحاديث، ولا الترمذي جمع كل الأحاديث. في مفردات، في شيء عند البخاري بروحه تفرد به، في شيء عند وفي شيء عند الترمذي بروحه تفرد به. بالله عليكم، هذه الآثار والأحاديث اللي فيها أذكار، فيها سنن، فيها توجيهات، صنعها الناس من لدن الترمذي اللي مات قبل 1300 سنة إلى يومنا هذا. كم عدد الآلاف المؤلفة، بل الملايين، الذين ذكروا حديثا أو ذكرا أو طاعة أو عبادة أو سنة جمعها الترمذي في سننه. كم تتصور من ملايين البشر هذا العمل المبارك، العمل المبارك. وتصور من كثرة إدمان محمد بن عيسى الترمذي في كتابة الأحاديث، عمي في آخر حياته ومات ضريرا. لازم نعرف نقطة، إحنا الحين نقرأ اللهم لك الحمد، نفتح كتاب الترمذي البخاري أي كتاب، نقرأ هالطباعة الحلوة والورق الطبي اللي ما يعور العين، وتبي أي طبعة كبيرة طبعة صغيرة، يعني من أجمل ما يكون. أنت الآن خذيت الماء البارد، لكن كيف جمع في زمن ما كانت فيه كهرباء، جمع في زمن ما كانت فيه أغلام الآن يحط الحبر يمشيني 3 كيلومترات وأنا أحطه على 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 الورقة، جمع في زمن يحط القلم في المحبرة ويكتب له 3-4 كلمات، يحط القلم في المحبرة 3-4 كلمات، لا عنده أجهزة يسجل فيها ويحفظ بعدين يكتب، يحفظ بعدين يكتب، يترحل ما من بلد إلا طب الترمذي، من ترمذ بلد إقامته إلى خراسان، إلى بغداد، إلى دمشق. تصور كل هذه يركب هالبعير ولا هالحصان ويتنقل ويكتب، رحلة في غاية الشقاء والتعب عشان توصلنا السنة شرابا باردا. كم والله كم نال هذا الإمام وغيره ممن جمعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. يعني مجرد دلالتك على الخير لك أجر الفاعل تماما. وللفائدة، هذه فائدة مهمة جدا، أرجو أن تنتبه لها أيها المشاهد وتنتبه لها أيتها المشاهدة. هذا ليس في الخير فقط والحسنات والطاعات والعبادات، إن أنت إذا علمت غيرك وصنع ما وجهت به له الأجر ولك الأجر، حتى بالشر. مثل من سن بالإسلام سنة حسنة، أيضا ومن سن بالإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. تصور تعلم إنسان على شر معين، على سوء، على فساد، ويطيعك ويقتنع برايك وهو ينال إثم وأنت تنال إثم كاملا.
أسأل الله أن يبصرنا في ديننا ويغفر ويرحم كل من نصر دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. Grrrr.